وعاد بوشي بها من قفصة 29 سنة سمير بن يعقوب من جربة 56 سنة 55 احنا زوز رحالة توانسة من الجنوب التونسي قمنا بعد الرحلات في تونس وفي عملنا تجارب دولية برا كل عام نعملوا تور في تونس مع دي كامبينج وفي شهر سبتمبر ديما نعملوا تجربة برا دينا أول رحلة خارج تونس عملناها هي الجزائر في سبتمبر عملوها الوقت هذايا كانت رحلة ممتعة وصحبة لأخواننا وشفعنا الجزائريين رائعة جدا وهي من غادي بدينا نخطو الرحلة الدولية الثانية اللي نجت رحلة المغرب اللي قمنا بها سنة في سبتمبر 2018 كانوا الأخوة المغاربة في استقبالنا في عدد المناطق برنا مناطق رائعة في الأطلس مناطق الشلوح مناطق الأمازيغ مناطق يسكن فيها العرب قلعة السراغنة خليبقة وروجوا إلى كازا شفنا فاريتي كبيرة في المغرب مناطق سياحية مناطق فيها مخزون حضاري كبير عادات تقاليد مختلفة زربية صناعة النحاس صباغة الجلد حاولنا ندخل العمق المغربي نقرب أكثر ما يمكن من الناس تعرفوا على تقاليدهم على عاداتهم